جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. كيف تتعامل مع انخفاض دخلك؟ أطفئ الأنوار والمكيفات عند مغادرتك المنزل. حدد ميزانيتك الشهرية والسنوية والتزم بها. ألغي الاشتراك بالقنوات الفضائية المدفوعة. ركب فلتر الماء بالمنزل واستغني عن المياه المعدنية. قلل عدد مرات الذهاب للمطاعم والأسواق. جهز فطورك وقهوتك في المنزل وخذهما معك العمل. ابحث عن الفعاليات المجانية لك ولعائلتك. استخدم عروض وبطاقات الخصم. لا تستهين بالريال والهلل. استخدم المواقع الإلكترونية للشراء، فأحيانا أسعارها أرخص. الحصالة، استثمارك في ادخارك. وقطف قد دنا ثمرا، ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار، غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا.